السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله ملح وحلو. في هذه الحلقه هذه غادي نحضر لكم دي فينونسي بلا بات فخوي ديال الحامض والشكلاط. يعني ملي كنعضوا الفينونسي كنحسوا بثلاثه ديال الانواع ديال المذاق، عندنا اللوز وبات فخوي والشكلاط بحال هكا الدادين بزاف. كنتمنى تتابعوا معايا مراحل التحضير. المقادير اللي كنحتاجوها هي 165 غرام ديال سكر غلاسي سبيسيال سكر غلاس. عندي هنايا 150 غرام ديال ابيض البيض، 65 غرام ديال الدقيق الفرص الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، 60 غرام ديال اللوز بالقشره ديالو مطحون بحال هكا، 90 غرام ديال الزبده. هذه اللي هاد الزبده خصني نذوبها ونديها بيغ نوازيت، 2 غرام ديال الخماره الحلويات شويه، وعندي هنا 15 غرام ديال التريمولين. التريمولين هو ماده بحال هكا دايره كدير في لي فينونسي. اول حاجه غادي ناخذ هاد الزبده وغادي نذوبها حتى ترجع ماغ. ثانيا غادي ناخذ طحانه غادي ندير فيها المواد الجافه كامله، والخمارة حتى هي ما ننساش شويه ديال الملحه، شويه ديال الملح ضروري دائما، وغادي نطحن كلشي مزيان. غادي ناخذ هاد المكونات كلها نديرها في جبانه، هاد الصوت اللي كتسمعوا ديال الزبده تخصنا نبقاو نحركوها. غادي نضيف هنايا بيض البيض، ندخلو في هاد الخليط كامل. ثم نضيف هاد التريمولين هذا، هاد الزبده من بعد ما كتذوب كترجع بحال هكا بيغ نوازيت، نديرها في شي زلافه باش تبرد شويه. هاد لو بيغ نوازيت علاش كنديرو لها بحال هكا؟ باش كتفقد الماء اللي فيها والحليب، الحليب اللي فيها كامل. ملي كنحسو بالزبده بردات شي شويه كنضيفوها على الخليط وكنخلطو غير بشويه. غادي ناخذ كاس بحال هذا غادي ندير فيه بوشادي وغادي ندير فيه الخليط. غادي ناخذ لي مولد السيليكون اللي بحال هذا الشكل هذا مربع ولا دائري، غادي نحاول نقطع هاد لابوشادوي غير شويه. وغادي نخليهم يرتاحوا على الاقل ساعتين عاد نطيبهم. بالنسبه لهاد لاباط دو فوي كنحتاج 150 غرام ديال السكر، كنزيد عليها 225 غرام ديال الماء، زائد 90 غرام ديال الجلوكوز. كندخل يدي في الماء بارد بحال هكا وكنهز الجلوكوز بيدي باش ما يلصقليش، وكنعبر 90 غرام.
تنردو هاد الخليط ديال الماء والسكر والجلوكوز فوق البوطه وكنزينو حتى كيذوب السكر مزيان والجلوكوز في الماء. كنحتاج 10 غرام ديال البيكتين. هاد البيكتين ماده مستخرجه من التفاح اولا من السفرجل اللي كتعطينا داك البنيه ديال لاباط دو فروي. وهاد البيكتين هذا خاصنا ضروري نزيدو معاها جوج معالق كبار ديال السكر سنيده. ملي كيغلي الخليط عاد كنضيفوه. ملي تيذوب السكر في الماء كنزيد داك الخليط ديال البيكتين والسكر وانا كنحرك. خاصنا هاد الخليط هذا يوصلنا ل 106 درجه ضروري من الترمومتر. وكنحتاج ايضا في الاخير 4 ديال الغرام ديال حجر الليم اللي هو سنيده الحامضه 4 الغرام. كنخلطها مع معلقه كبيره ديال الماء وكنخليها كتذوب. مع هاد حجر الليم هذا غادي نضيف النكهه اللي بغيت انا. هنايا عندي النكهه ديال الحامض، غادي نضيف واحد معلقه صغيره ما كاملاش. كيمكننا نديرو روح الفخيز ولا روح اي حاجه بغينا. وكنخلي هادشي كله كيذوب وكنضيفو في الاخير خارج النار. وكنحتاج بحال هاد المول هذا في هاد انصاف دوائر اللي هما صغار باش هاد نصف دائره ديال لاباط دو فروي هي اللي كنحطها على داك الفينونسي. ملي كتوصل 106 درجه بسرعه كندير هاد الحبر اللي فيها وداك الروح ديال الحامض وكنبدا كنديرها في المول. خصني بسرعه فائقه. بسرعه فائقه كنحاول ما امكن انني نديرهم في المول. كتلاحظوا بانهم كيجمدوا بسرعه. يلاه كنسالي كنلقاهم جمدوا. كنخليهم حتى كيبردوا وعاد كنستعملهم. ملي كدوز داك الساعتين باش ترتاحو كندخلوهم الفران. بالنسبه للناس اللي عندهم الفرن ديال الضو كيديروا 150 درجه ويديروا الفونتيلاتور داك المروحه. اللي عنده الفرن ديال الغاز كيقلل بزاف وكيبقى كيراقبهم، ما خصهمش يتحرقوا وما خصهمش يطيبوا بزاف باش ما ينشفوش. والمده هي 12 دقيقه. بعد ما كيخرجوا من الفران كنسينوهم حتى كيبردوا مزيان وعاد كنزولوهم من الليمون باش نتاكدوا بانهم ما يتهرسوناش. غادي ناخذ هاد لاباط فخوي وغادي نذوب لاباط كلاصي. هاد لاباط كلاصي بديله ديال الشكلاط كتبع حتى هي بالعبار. كنزول هاد لاباط دو فخوي وكندير الشكلاط من التحت وكنحطها عليها بحال هكا. بعد ما كيبردو لي فينونسي مزيان دخلتهم للكونجيلاتور واحد الساعه باش نتاكد بانهم ما يتهرسوليش نهائيا في الديمولاج. كيزولو بحال هكا. غادي ناخذ هاد لاباط فخوي غادي نزولها من المول بحال هكا. نزول من هاد الزوائد الا كانوا ديال الشكلاط ونديرها في قلب الفينونسي بحال هكا. وكنبدا كندير خطوط ديال الشكلاط بحال هكا.
بالتالي الشكل النهائي ديال هاد لي بريستيج هو هذا. كنتمنى هاد الفكره تكون نالت الاعجاب ديالكم، نتمنى انكم تجربوهم في العيد لانهم لذاذين بزاف وحتى في المنظر زوينين بزاف. الى عجبتكم حلقه اليوم ديروا جيم لا فيديو وتشاركوا معايا في لاشين ديالي مالحلو على يوتيوب وفي لاباج فيسبوك مالحلو، وبصحه وراحه.